السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نلتقي هذا اليوم في هذه الحصة الثانية من الدرس الأخير من مقرر السنة الأولى من سلك البكالوريا بالمسالك العلمية، معكم الأستاذ عبداتي الشمسدي، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بالثانوية التأهيلية المصلى. بداية أذكر بما عرضنا له في الحصة السابقة، وقفنا على التعريف بالصين كإحدى القوى الصاعدة، عرفنا مفهوم القوة الصاعدة وقلنا على أن قوة اقتصادية صاعدة معنى ذلك أنها كل قوة أو كل بلد استطاع أن يحقق إقلاعا اقتصاديا، أن يسهم في التحول الجذري في بنية الاقتصاد بالانتقال من القطاع أو من اقتصاد قائم على الفلاحة إلى اقتصاد قائم على الصناعة بالدرجة الأولى، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية عموما. الصين تعتبر إحدى هذه النماذج، والقول باقتصاديات صاعدة هنا نمثل بالاقتصاديات التي حققت هذه الطفرة من قبيل الصين، البرازيل، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، تركيا، جنوب إفريقيا، أندونيسيا، ماليزيا إلى غير ذلك. يعني كل هذه قوى اقتصادية جديدة أو قوى اقتصادية صاعدة. وقفنا في الحصة السابقة على مظاهر هذا التحول أو هذه المكانة الاقتصادية للصين من خلال قدرة الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه الطفرة. وقفنا كذلك على قوة الصين على مستوى الناتج الداخلي الخام، على تحقيق الصين الحد من الفقر والإسهام في تحسين الوضع الاجتماعي للأسر الصينية إلى غير ذلك من المظاهر التي تبرز مكانة الصين اليوم كثاني قوة اقتصادية في العالم. إذن نتابع في هذه الحصة إن شاء الله، سنحاول الوقوف على العوامل التي أهلت الصين لأن تبلغ اليوم ما بلغت، وأن نحاول أيضا أن نقف على مظاهر قوة التي تميز القطاعات الاقتصادية الثلاث في الصين، إن كان على المستوى الفلاحي أو الصناعي أو كذا التجاري. إذن العوامل المفسرة، دائما أي موضوع في الجغرافيا لا بد من تفسيره من ثلاث عوامل. إذن العوامل مفسرة لقوة الاقتصاد الصيني، قلت أن هذه العوامل دائما تفسر من خلال ثلاث عناصر أساسية. إذن العامل الطبيعي كعامل محدد. إذن في العامل الطبيعي سنقف هنا على عاملين اثنين، عامل تضاريسي وعامل مناخي. إذن قلت على أن العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الصيني تجد تفسيرها في ثلاث عوامل أساسية. العامل الأول هو العامل الطبيعي، والقول بالعامل الطبيعي بمعنى أن نميز بين العناصر التضاريسية والعناصر المناخية. فبالعودة إلى الخريطة هنا نسجل على أن الصين تتميز بمجالين، بمعنى أن يمكن قسم أو شطر الصين إلى شطرين من خلال خط الطول الذي في الخريطة يبين على أن قسم يتميز بالانبساط وقسم آخر يتميز بالارتفاع. فالصين في قسمها الغربي تتميز بصعوبة التضاريس أو بوعورة التضاريس أو عبارة التضرس من خلال وجود وحدات جبلية وهضبية، وهنا نستحضر وحدة جبال الهيمالايا وهضبة التيبت، بالإضافة أيضا إلى أن هذا القسم الغربي يتميز بوجود كذلك صحراء تاكلاماكان وهي مجال واسع كذلك. ثم القسم الشرقي يتميز بسيادة الانبساط ووجود سهول كبرى من قبيل سهل منشوريا شمالا في الشمال الشرقي والسهل الكبير في الجنوب الشرقي، ونعلم أهمية سهل منشوريا خاصة في باستحضار
الغزو الياباني للصين في الثلاثينيات بفعل المؤهلات الفلاحية التي يتمتع بها سهل منشوريا، إذ اعتبرته اليابان خلال هذه المرحلة بمثابة مجال حيوي للصين. إذن هنا نميز إذن قسم شرقي بخصائص إيجابية، إذن عامل الانبساط من خلال السهل أو سهل منشوريا، ثم السهل الكبير. القسم الغربي، إذا الغرب قسم غربي يتميز بعامل الارتفاع أو التدرس، وهنا نميز بين إذن وجود صحراء، إذن جبال الهيمالايا وهضبة التيبت، ثم صحراء تاكلاماكان إلى جانب أيضا صحراء كوبي، ولكن نسبيا محدودة في القسم الشرقي. على مستوى المناخ، إذن غلبت مناخات معتدلة ومدارية، أي أن المناخ عامل إيجابي في الصين على العموم. إذن هذا المعطى الأول في العامل الطبيعي دائما نسجل على أن الصين تتميز بوجود ثروات طبيعية هائلة. إذن جانب الثروات الثروات الطبيعية، هنا نميز على أن الصين أو نذكر أن الصين تتميز بثروات مهمة، إن كان على مستوى مصادر الطاقة أو الثروة المعدنية. إذن مصادر الطاقة والثروة المعدنية. إذن بالعودة للخريطة نسجل على أن هناك تنوعا في الثروة الطبيعية، إن كان على مستوى مناجم الفحم أو الغاز أو البترول إلى غير ذلك، على أساس أن هذه المؤهلات الطبيعية أو هذه الموارد الطبيعية تتركز بكثافة في القسم الشرقي، وهذا أيضا ما سيفسر التركز السكاني في هذا القسم. إذن هذه الثروة المتنوعة تحتل فيها الصين مكانة متميزة في العالم باحتلال مراتب متقدمة في مختلف هذه المصادر، إن كان مصادر طاقية أو في الثروة المعدنية. فنجد في الجدول على أن الصين تحتل المراتب الأولى، ما بين المرتبة الأولى والثانية في مختلف هذه الموارد الطبيعية، إن كانت ثروة معدنية أو مصادر طاقية. إذا ننتقل للعامل الثاني، العامل البشري. إذا هذه خلاصة لهذا التنوع، إذا سنمر عليها بعجالة لأنها مذكورة وستجدونها في السبورة. إذا ننتقل للعامل البشري ونذكر على أن الصين إذا بشريا دائما في العامل الثاني نذكر على أن الصين تعتبر أول قوة ديمغرافية في العالم، إذا بحوالي 1.4 مليار نسمة، هذا يمثل يبرز على أن الصين قوة ديمغرافية مهمة جدا. هذا المعطى أيضا يجعل من الصين قوة اقتصادية، أي أن الصين تستثمر هذا الثقل الديمغرافي لأجل الإسهام في الرقي أو في الارتقاء الاقتصادي. إذن نسجل أيضا على أن الصين بالنظر لهذه الأعداد الهائلة من السكان باشرت خلال الثمانينيات، منذ فترة ما كانت تعاني الصين حالة التخلف الاقتصادي، كانت اعتمدت سياسة الطفل الواحد
في الثمانينيات حينما كانت الصين ما زالت بلدا يعاني الفقر إلى غير ذلك. ولكن اليوم بعد حوالي 30 سنة من هذه السياسة، المجتمع الصيني اليوم يشكو من ارتفاع معدلات الفقر، أو عفوا من ارتفاع معدلات الشيخوخة التي أصبحت ترتفع بشكل كبير. إذا لمواجهة الشيخوخة، إذا المجتمع بدأ يعرف الشيخوخة، إذا لمواجهة هذه الوضعية الاجتماعية اعتمدت اليوم الصين التخلي عن الطفل الواحد وتبني سياسة أو السماح للصينيين بالطفل أو الولادة الثانية، ولادة ثانية، للتغلب على التحول المجتمعي في الصين إلى مجتمع يتسم بالشيخوخة. وهنا أقرأ عليكم نصا يبرز قساوة تطبيق سياسة الطفل الواحد التي كانت معتمدة إلى سنوات قليلة. يقول النص: سياسة الابن الواحد تجر الصين إلى الشيخوخة أو شيخوخة مخيفة. قالت اللجنة الوطنية إن 400 مليون نسمة كانوا سيضافون إلى عدد سكان الصين الذي يبلغ اليوم 1.3 مليار نسمة. النص يعود ل 2010. لو لم تطبق سياسة تحديد النسل هذه، وأدت هذه الإجراءات القمعية، يعني أن صرامت تطبيق هذه السياسة، إذا وأدت هذه الإجراءات القمعية إلى رسم معالم المجتمع الحالي الذي أصبح يتألف إلى حد كبير من منازل تضم 4-4-2-1، بمعنى ولد وحيد يعيش مع والديه وجديه. إن هان ماي واحدة من عدد كبير من الصينيات اللواتي تعرضن لمخاطر هذه السياسة وعقوباتها، وقد اضطرت إلى إخفاء حملها، يعني أنها سبق وأن وضعت مولودا أولا ولكن الآن تخفي المولود الثاني، وعملت حتى يوم الوضع، ثم دفعت من مالها الخاص أجور العملية القيصرية اللازمة لولادة ابنها، بمعنى أن الدولة لا تتحمل نفقات الولادة الثانية بل أنها تغرم من يقدم على ذلك. وقال هيافو الخبير الذي يجري اتصالات مع علماء السكان المحليين وكالة فرانس بريس، إن الصين تشيخ والسلطات تفكر في إجراءات تخفيفية جديدة. هذه الإجراءات التخفيفية هي التي تحدثنا عنها الآن، وقلنا بالسماح بولادة ثانية. وأخيرا، يؤدي هذا الخلل في عدد الرجال والنساء إلى عمليات تهريب للبشر، أي أن الصين صارمة في هذه السياسة. ولكن قلنا على أن الصين تتخوف من المستقبل الاقتصادي وتتخوف من شيخوخة المجتمع، لذلك عملت على التخلي الآن عن هذه السياسة. وبطبيعة الحال تلاحظون في المبيان كيف أن المعدلات أو نسب الولادات في تراجع منذ أو قبل الاعتماد سياسة الطفل الواحد، ولكن صرامة هذه السياسة جعلت الصين اليوم تتخلى عن هذه الوضعية. إذن نواصل. إذا هذه صورة للدعاية لسياسة الطفل الواحد تدل على أن الصينيين الذين ينجبون طفلا واحدا قد يكونون في وضع اجتماعي أفضل، ويمكنهم إسعاد أبنائهم إلى غير ذلك. إذا هذه خلاصة هذا الفقرة. إذا الصين أكبر تجمع سكاني، غلبت الفئة الشابة التي تتجاوز أو تصل نسبتها 3/4 المجتمع الصيني، حوالي 74%. هذا المليار و400 مليون نسمة تمثل سوقا اقتصادية عريضة، يعني أن لا ينبغي التخوف دائما من ارتفاع عدد السكان، فله انعكاس إيجابي على السوق الاستهلاكية. إذا وجود يد عاملة مؤهلة ورخيصة متفانية، بمعنى أن الصينيين يقدسون العمل، وهي ثقافة سائدة في مجموع بلدان جنوب شرق آسيا. التوزيع السكاني فيه تمايز على اعتبار أن كثافة أو أن الصينيين يتركزون بشكل كبير في القسم الشرقي بالنظر لمؤهلاته الطبيعية التي تحدثنا عنها قبل قليل. تضاريسيا إقليم يغلب عليه طبع الانبساط، فلاحيا
إقليم يؤهل الموارد الفلاحية والغذائية بشكل كبير، إلى جانب أيضا وفرة الثروة الطبيعية إن كانت مصادر طاقية أو ثروة معدنية، وهي كلها عوامل جذب للسكان لهذا الإقليم من البلاد. المستوى الثالث في العامل الثالث نفصل فيه العامل التنظيمي. إذن في العامل التنظيمي هنا نميز بين مرحلتين، أي أن الصين مرت بتجربتين تنظيميتين متباينتين. إذن التجربة الاشتراكية بين 1949 يعني سنة نجاح الثورة إلى وفاة الزعيم المؤسس ماو تسي تونغ. إذن خلال هذه المرحلة الصين اعتمدت وبصرامة المبادئ الاشتراكية، إذ قامت على مبدأ أساسي هو مبدأ التأميم. إذن تأميم المؤسسات الاقتصادية، ونشرح هنا عبارة التأميم. التأميم إذن هو إجراء اقتصادي تعتمده البلدان الاشتراكية. يقوم هذا المبدأ على ملكية الدولة أو نقل ملكية الدولة أو ملكية المؤسسات الاقتصادية من ملك خاص إلى ملك عمومي، أي إلى ملك الدولة. إذا هذا مبدأ التأميم أو الناسيوناليزاسيون. إذا هذا المبدأ قلت أنه مبدأ مخالف لما عليه الحال في البلدان الليبرالية أو الرأسمالية. التجربة الصينية إذن قامت منذ نجاح الثورة سنة 1949 بسحب ملكية مؤسسات الاقتصادية إن كانت أراضي فلاحية أو وحدات صناعية أو وحدات تجارية، نقلها إذن من ملك الخواص إلى ملك الدولة. فعلى المستوى الفلاحي هذا الإجراء تمثل في التأسيس لما يسمى بالكومونات الشعبية. أي التعاونيات الفلاحية الكبرى التي أصبحت تحت تسيير أو تحت إمرة الدولة، على غرار ما رأيتم في الاتحاد السوفيتي بقيام ما يسمى بالصفخوزات أو الكولخوزات عموما. إذن هذا الإجراء الأول، ثم تملك الدولة، إذن إقامة الدولة لمؤسسات اقتصادية تابعة مباشرة للدولة. أيضا هذه المرحلة تميزت باعتماد سياسة التخطيط الاقتصادي. والقصد هنا بالتخطيط الاقتصادي أي أن الدولة تخطط أو تضع برامج وفق آماد محددة لأجل تحقيق إمكانية النقل الاقتصادي من اقتصاد قائم على الفلاحة إلى اقتصاد قائم على الصناعة، وهي تجربة نجحت منذ أن تبناها ستالين في الاتحاد السوفيتي منذ 1928، وهو ما رأينا أو ما رأيتم سابقا في الاتحاد السوفيتي الذي حقق إقلاعا اقتصاديا من بلد فلاحي متخلف إلى قوة صناعية منافسة للدول الغربية. إذن هذه إجراءات عديدة ستجدون تفاصيلها في الخطاطة أو في الصورة الوثيقة المرافقة للنص. المرحلة الثانية هي مرحلة الإصلاح، إذن تجربة الانفتاح والإصلاح، وهي التجربة التي بدأت منذ 1978 مع الزعيم دينغ سياو بينغ. المرحلة الأولى قلنا مع ماو تسي تونغ، نعم سجلنا. إذن هذه المرحلة الثانية التي تبدأ منذ 1978 مثلت مراجعة للتجربة السابقة أو بمثابة تقييم للوضع الذي كانت عليه الصين، ف
تبينت ضرورة تعديل المسار، تعديل المسار، وهو اليوم ما تجني ثماره الصين بفضل نجاح هذه التجربة، تجربة الانفتاح. وبذلك ستتخلى الصين، إذا التخلي التدريجي عن بعض المبادئ الاشتراكية. إذا هذا التخلي التدريجي عن المبادئ الاشتراكية تمثل في نقل الصين إلى المزاوجة ما بين نظام اشتراكي ونظام ليبرالي، فأصبح الحديث اليوم عن اقتصاد أو اقتصاد السوق الاشتراكي. هذه تجربة استثنائية تميز الصين عن غيرها من البلدان. إذن في هذه المرحلة الصين اليوم تعتمد أو تخلت عن الكومونات الشعبية وسمحت للمستثمرين في القطاع الفلاحي بالولوج إلى السوق الصينية. أيضا بدأت تتخلى عن سياسة القبضة الحديدية وسياسة التشدد في المجال الاقتصادي كذلك. إذن هذه مرحلة لا بد من التنويه بها في الصين، والتي هي التي حققت للصين ما بلغته اليوم. إذن هذه هي العوامل الثلاثة المؤسسة للتجربة الصينية. قلنا عامل طبيعي من خلال التنوع التضاريسي والمناخي والتمييز بين قسمين كبيرين في الشرق والغرب، عامل بشري من خلال قوة الثقل الديمغرافي التي تمثل اليوم الصين 1.4 مليار نسمة، ومع تمييز بين الاستقرار السكاني المركز أو المتركز في القسم الشرقي بحكم المؤهلات الطبيعية. أخيرا العامل التنظيمي، ميزنا فيه بين تجربتين، تجربة الاشتراكية والتجربة الانفتاح الاقتصادي منذ 1978. إذن ننتقل وبعجالة أيضا للمحور الأخير المتعلق بخصائص الاقتصاد الصيني. إذا هذه لا داعي لأن أعود لهذه النقطة، ستعودون لها من خلال العرض. إذا نقف على خصائص الاقتصاد الصيني ونبدأها بالخصائص الفلاحية. إذا خصائص الصيني، ونقف على القطاعات الثلاثة بدءا بالفلاحة. إذن الصين تعتبر إحدى أكبر القوى الفلاحية في العالم. إذن قوة فلاحية كبرى بالنظر للعناصر الأساسية. إذن ضخامة الإنتاج الفلاحي، تنوعه كذلك، ثم احتلال مراتب متقدمة في مختلف فروع النشاط الفلاحي. وهذا يتبين من خلال ضخامة الإنتاج والتحول الذي تبرزه الوثيقة. منذ 1974 مثلا القمح ارتفع من 74 مليون طن إلى 120 طن أو حوالي 121 مليون طن سنة 2013، وبذلك تحتل الصين المرتبة الأولى. إذا ما عدنا للترتيب سنجد أن الصين تراوح المراتب الثلاث، ما بين المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة كأقصى مرتبة في التصنيف كمرتبة ثالثة. على مستوى الثروة الحيوانية كذلك نسجل أن الصين تحتل المراتب الأولى في القطاع الحيواني أو قطاع تربية المواشي، إن كان على مستوى تربية الخنازير أو الأغنام أو الأبقار دائما المراتب الأولى، والمرتبة الأولى كذلك في القطاع الصيد البحري. ننتقل للقطاع الصناعي. إذا هذه خاصية أخرى تتمثل في جودة، عامل من عوامل القوة، جودة التوزيع المجالي، أي جودة استغلال الأرض، استغلال المجال. وهنا نسجل على أن الصين تستثمر القسم الشرقي في منتجات فلاحية مهمة، خاصة زراعة الحبوب في إقليم منشوريا، والذي ذكرنا على أنه يعتبر مجالا حيويا أساسيا بالنسبة للصين. ثم أيضا القسم
الجنوبي المتميز بوجود زراعات مثل الأرز وغيرها من الشاي إلى غير ذلك. ثم أخيرا هذه المجالات الخضراء التي نسجل هي مجالات صعبة على مستوى الاستثمار الزراعي، ولكن تستثمر لتربية المواشي، وهي المجالات التي قلنا إما أنها مجالات هضبية وجبلية كجبل أو جبال الهيمالايا وهضبة تيبت، أو مجالات صحراوية سواء في الشرق في الغرب في إقليم أو صحراء تاكلاماكان، أو في الغرب في صحراء كوبي. إذا هذه هي مظاهر القوة الفلاحية. ننتقل للمستوى الصناعي، إذا لن أقف هنا، فالعرض ستتابعونه. إذا هذه النقط حتى نتفادى تكرار هذه النقط، ننتقل مباشرة للقطاع الصناعي. إذا الصناعة كذلك نفس مظاهر القوة، اليوم الصين أول قوة صناعية في العالم، حتى أن الصين تسمى معمل العالم. وتحدثنا في الفقرة الأولى قلنا على أن الصين تمكنت من أن تصبح أكبر قوة جذب للاستثمارات في العالم بفضل ما تسمح به الصين من امتيازات، إن كان على مستوى الامتيازات الضريبية أو تشجيعات أو أيضا اليد العاملة الرخيصة والمتفانية إلى غير ذلك. إذن الصين أول قوة صناعية في العالم. النقطة الثانية تتمثل في ضخامة الإنتاج الصناعي وتنوعه، إذن تنوع الإنتاج الصناعي واحتلال مراتب متقدمة في مختلف فروع الصناعة. وهنا الحديث عن فروع الصناعة، دائما الصين كانت تعتبر دولة صناعية من خلال إنتاجها للصناعات الثقيلة أو الصناعات التجهيزية إلى غير ذلك، ولكن اليوم أيضا الصين باتت بلدا يتميز كذلك بصناعات عالية الدقة أو ما يسمى بالصناعات العالية التكنولوجيا أو الهاي تك. إذن هذه من خلال الصناعات، صناعة الهواتف الذكية من خلال الحواسيب، بل أن الصين اليوم أيضا بلد دخلت نادي الفضاء من خلال المركبات الفضائية ونشرها للأقمار الصناعية إلى غير ذلك. إذا هذه الوثائق التي تبرز ما كنا بصدد الحديث عنه، دائما المرتبة الثانية في صناعة النسيج، المرتبة الأولى في الفولاذ، المرتبة الأولى في الميكانيك إلى غير ذلك. إذا هذه الوثائق تعودون إليها في فقرات هذا العرض. نقطة أيضا تتمثل في تركز الأنشطة الصناعية في القسم الشرقي. إذا بالعودة للخريطة، نسجل على أن الصناعة تتركز في هذا القسم بفضل العوامل الطبيعية التي تحدثنا عنها سابقا، عامل انبساط، عامل تركز الثروات الطبيعية. وهنا نسجل كذلك التطور المرحلي لانتشار القطاع الصناعي. فالصناعة خلال مرحلة ما قبل الثورة كانت مقتصرة على قسم محدود جدا من القسم الشرقي، لكن مع السياسة التي اعتمدها ماو تسي تونغ ما بين 1949 إلى 1976، ثم السياسة التي اعتمدها فيما بعد خلفه دينغ سياوبينغ والخلفاء من بعد، أن الصناعة الآن تكتسح المجال الصيني باتجاه القسم الأوسط في اتجاه الغرب. إذن نسجل تطورا ملحوظا في الانتشار المجالي للأنشطة الصناعية. إذا المحور الأخير أو الفقرة الأخيرة تتعلق بالمكانة التجارية للصين كقطاع ثالث، التجارة. اليوم الصين، تحدثنا عن ذلك في الفقرة الأولى، قلنا على أن الصين تعتبر ثانية قوة أو ثالث قوة تجارية في العالم. إذا مكانة تجارية مهمة جدا من خلال احتلال الصين المرتبة الثالثة عالميا من خلال نسبة المساهمة في التجارة العالمية بنسبة 11%
1%. إذن الصين لوحدها تمثل 11% من مجموع التجارة العالمية. إذن هذا المكانة تحتلها بعد الاتحاد الأوروبي ب 16% والصين الولايات المتحدة ب 14%، ثم أخيرا المرتبة الثالثة للصين ب 11%. إذن هذه المكانة التجارية تتمثل أو تبرز من خلال العناصر التالية، من خلال الوثائق نسجل أن الصين تتميز بتنوع بنية التجارة الخارجية. هذه البنية تتمثل فيما يلي: إن كان منتجات فلاحية وصناعية وغذائية، إن كان كذلك على مستوى مصادر الطاقة، فالصين إذا نسجل نسبة مساهمة مصادر الطاقة أساسا في الموارد أو الواردات التي تمثل حوالي 60% من الواردات، يعني أن الصين هنا رغم أهمية مواردها الطاقية فهي تعتمد أيضا سياسة الاحتياط الاستراتيجي من خلال ادخار مواردها والاعتماد على الواردات. إذن نسجل هنا نقطة مهمة هي تنوع بنية التجارة الخارجية للصين. المستوى الثاني في مظاهر القوة تتمثل أيضا في تنوع الشركاء التجاريين. إذن تنوع أو تعدد الشركاء التجاريين، وهذه السياسة تقوم عليها الصين، سياسة عدم البحث عن منازعات أو خصومات دولية في سبيل الانتشار انتشار تجارتها، وبالتالي تلتزم نوعا من الاعتدال في علاقاتها الدولية. إذن نسجل على أن الصين تركز على القرب الجغرافي، القرب الجغرافي أي أن شركائها التجاريين الأساسيين في الجوار الأسيوي، باعتبار أهمية السوق الأسيوية، ضخامة الأعداد، أعداد سكان البلدان الأسيوية، لذلك فالتركيز على الجوار الأسيوي، ثم البلدان الشرق الأوسط خاصة بلدان الخليج، ثم بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا الشمالية. أيضا اليوم الصين تعتبر بلدا يمثل حضورا قويا أو يتميز بحضور قوي في البلدان الإفريقية كذلك. إذن هذه أهم الخلاصات. إذن هذه المكانة التجارية للصين تجعل منها بلدا يتمتع بتحقيق فائض كبير جدا كبير جدا، وهذا بطبيعة الحال هذا الفائض الكبير ظهر بشكل كبير في الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 التي بيّنت أن الصين تتميز باحتياطات مالية مهمة أسهمت في التخفيف من وطأة الأزمة، أزمة 2008، سواء على البلدان الأوروبية، بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نخلص إلى الفقرة الأخيرة المتعلقة بالتحديات والمشاكل، وبعجالة نقول أن الصين التحديات والمشاكل. قلنا سابقا أن الصين تعتبر معمل العالم، إذا هذا المعطى الأول، معمل العالم يعني أكبر ملوث، إذا أكبر ملوث عالمي. هذا التلوث يسهم في أزمة حادة، بل أنه يسبب أمطارا حمضية إن كان في الصين أو في الدول المجاورة. نقطة ثانية تتمثل في ارتباط الاقتصاد الصيني بالخارج، خاصة وأننا تحدثنا منذ قليل على أن الصين تعتمد على موارد مستوردة من الخارج، خاصة في الموارد الطاقية بنسبة 59%. أيضا معطى آخر يتمثل في التفاوت في المستويات المعيشية إن كان بين الوسطين الحضري أي المدن في مقابل الأرياف، بمعنى أن الأرياف ما زالت تعيش حالة الفقر بشكل كبير. تفاوت آخر، تفاوت مجالي، هذا يشكل إشكال آخر،
تفاوت مجالي بين القسمين الشرقي بالامتيازات الاقتصادية والخصائص الإيجابية في مقابل القسم الغربي، هذا معطى آخر. تفاوت آخر نسجله أيضا هو التفاوت بين المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ذلك إذا كنا اليوم نعتبر أن الصين هي ثاني قوة اقتصادية في العالم فهي بالمقابل تعتبر دولة ذات مستوى تنمية متوسط. هنا تناقض بين بلد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي وبلد يحتل المرتبة 115 في ترتيب التنمية البشرية. إذن تفاوت بين المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا بطبيعة الحال قد لا يفهمه الكثير حين نصنف الصين على أنها دولة بمكانة اقتصادية متميزة، ولكن على المستوى التنمية تصنف ضمن بلدان الجنوب. إذا هذا إشكال حقيقي تعيشه الصين. إذا مستويات التنمية لم تواكب مستوى التنمية الاجتماعية، مشكل التباين الإقليمي ذكرناه، ثم تحدي البيئي هو الذي بدأنا به سابقا. إذا الخلاصة عموما الصين تعتبر قوة اقتصادية مهمة، ولكن أيضا الصين تعاني مجموعة من التحديات. الصين اليوم أيضا تعتبر قوة اقتصادية مهمة، وهذا ما يفسر حدة الصراع التجاري أو الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أننا تتبعنا مظاهر هذه الحرب الاقتصادية خلال هذه السنوات الأخيرة، خاصة السنة الماضية في الحرب على ما يسمى بخدمة الأنترنت الجديدة، خدمة الجيل الخامس الذي يتوقع أن تهيمن عليه الصين هيمنة مطلقة. إذن هذه أهم النقط التي ينبغي أن نتداولها في هذا الدرس. شكرا لكم وعلى حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في درس آخر.